يا رب، يا إلهي القدوس، أعط السلام والطمأنينة لأهل هذا البيت، احفظهم في الدخول وفي الخروج، في القيام وفي الصعود، املأ مخازنهم يا رب ببركاتك، املأهم يا إلهي بالبركة والنعمة، احفظهم من كل شر ومن شبه الشر، نجهم يا إلهي من الأمراض والأوجاع والمخاطر، عوضهم يا إلهي تعب محبتهم بالخير والنعمة والبركة، احفظنا دائما يا إلهي القدوس، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك.